أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد الذي جعل اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورة هيكله جسمان على صورة أمودج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته وأفجرت عنصر موضوع مادة حموله من نية الله حتى إذا جاءه المجد شيئا وجد الله عنده وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة تامة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا مولانا أحمد القاسم أمداد الخزائن الإلهية على أجمال الدوائر الملكية من جسد قاموس بحر جودك العظم طامحة شآب بفيضه قواب الممكنات في عالم البطون الظهور الذي جعل اسمه الجامع المحيط ميازيب رحمات العطايا الراعي برعاية الله والحامي بحفظ الله والكارم بكلاءة الله متحدا باسمك العظم الذي به انتظم أمر العالم واستقام أمر السماوات والأراضين من منك ونعتك وجعلت في منك ونعتك وجعلت في جعلت اسمه الجامع المحيط ميازيب رحمات العطايا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نتجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة. اللهم إنا نتجهك ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم ارحم أخانا صلاح اللهم ارحم رحمة واسعة اللهم مد له في قبره مد البصر اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نشهد ونعلم أنك تعلم فاللهم يا ربي إنا نشهد في هذه الدنيا أنه عبدك وأنه عبدك كان عبدا صالحا. اللهم إنا نشهد ونشهد جميع ملائكتك في هذه الساعة أنه كان صالحا مصلحا أنه كرس حياته لخدمتك ولخدمة قضيتك ولخدمة قضية وطنه فاللهم ارحمه واجعل عمله في ميزان حسناته. اللهم يا رب اجعل عمله شفيعا له في آخرته وشفيعا له في قبره. اللهم اسقيه من حوض نبيك المصطفى شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم أن تصلح له ابنه وتصلح له زوجه وأن تحفظ له أمه وأن تحفظ له خاله وأن تحفظ له أخواته وأن تحفظ له جميع العائلة وجميع الأسرة الكريمة. اللهم احفظهم بحفظك بعينك التي لا تنام. اللهم يا حي يا قيوم ندعوك باسمك وبهذا الاسم وأنت الرحيم والاسم المكنون الذي إذا دعيت به أجبت. فاللهم يا فارق الحب والنوى أعطني كل قلب ما نوى. اللهم يا ربي في هذه الساعة أعطني كل عبيدك الذين اجتمعوا في هذه الدار لتأبين هذا الرجل العظيم. اللهم يا رب اعطهم سؤلهم اللهم نولهم مرادهم اللهم اخفف عنهم ما نزل بهم. اللهم إنها المصيبة وأنت وصفتها بالمصيبة وقلت وقولك الحق ولا قول إلا قولك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإنا لك وإنا إليك راجعون. فاللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما منعت. اللهم لك الحمد حمدا دائما أبدا. اللهم اخفف عنا مصيبتنا. اللهم إن هذا المصاب الجلال آلمنا في قلوبنا وآلمنا يا أرحم الراحمين فاخفف عنا. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان وخصوصا الحاجة أمه. اللهم ارزقها الصبر والسلوان وزوجته وابنه. اللهم يا رب طح فيهم البركة اللهم طح فيهم البركة واجعلهم خير خلف بخير سلف. اللهم يا ربي طح لهم بركة الأجداد
والعلماء العاملين الذين دعوك واخلصوا لك في الامل. فاللهم يا ربي اجعل بركتهم توقف مع هاد العائله وتوقف مع هاد الوليد وتوقف مع الزوجه ومع الام ومع جميع الاولاد ومع جميع الاسره. اللهم يا ربي ندعوك خالصين لوجهك ان تخفف عنهم ما نزل. اللهم اطرح بركتك في هذا المنزل. اللهم يا ربي قوي لهم افتح لهم باب الارزاق وباب الرحمه وباب التيسير. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نحن نعلم بانهم عبيدك، نعلم بانهم موقنون، نعلم بانهم يتبعون وصية رسولك الكريم صلى الله عليه الحبيب وآله وصحبه وسلم. إنما المصيبة تبدأ كبيرة وبعدها تهون. بماذا تهون؟ بالصبر. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا منذ أن خلقنا الله سبحانه وتعالى ومنذ أن خلق سيدنا آدم وخصوصا نحن المسلمون مؤمنون موقنون نعلم أننا لله وأنا إليه راجعون. بمعنى أننا أمانة وأنفسنا أمانة وهذا الجسد أمانة ونحن فانون. أين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ أين أجدادنا؟ وسير إلى ذلك إلى سيدنا آدم. فالعبرة بالموت، إنما الموت عبرة وكفى بالموت عبرة. إذن أي نفس بأي أرض تموت ومتى تموت؟ يمكن أن الإنسان يموت كما كنقولوا في 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 فراشه، ممكن يموت في في بحادثة سير، ممكن يموت موت الفجأة. هذه أمانة عندنا تردها الله سبحانه وتعالى هو تيردها لعنده. فإذا نحن موقنون. فاللهم هون علينا مصيبتنا، اللهم هون علينا مصيبتنا، اللهم هون علينا مصيبتنا. وخير كما يقال أحسن حاجة اللي كنواسي بها نفسنا وتنواسي بها هذه العائلة هذه هو الدعاء. وكنوصفوه الأخينا اللي في القبر اللي تيعرفوا واللي ما تيعرفوش واللي عاشروا واللي شافوا واللي ما شافوش تيدعيلو بالرحمة. فإذا وجبات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مرت جنازة وقالوا هذا السيد زياد، قال وجبات. ومرت جنازة قالوا هذا السيد والعياذ بالله دايزين إعادة الناس بسيط، قال وجبات. سألوا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا في الأولى قلت وجبات وفي الثانية قلت وجبات؟ باختصار بعد الحديث لهم حنا شهدنا شهود الأخيرة، الناس كلهم جاوا من جميع بقاع المغرب تيشهدوا بأن هذا الرجل صالح، بأن هذا الرجل كان مؤمنا، بأن هذا الرجل خدم بلاده وخدم الأهل ديالو ورفع بمدينته ورفع بالعائلة ديالو ورفع بنا حنا كاملين كمكناسيين في المغرب كامل وفي العالم. وحنا عاشرناه، عاشرناه حق المعرفة وعرفناه في الكواليس وعرفناه بزاف المسائل. كنشهدوا أمام الله قلنا بقلوب خاشعة أن هذا الرجل تنطلبوا الله فات الساعة ونتمنوا ما يخيبناش، أن هذا الرجل يستحق الجنة، أن هذا الرجل سوف يحشر بإذن الله وبإذنه وبإذنه مع النبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تزكى الله بقلب سليم. وكنقول كلمة وحدة واسمحوا لي إن أطلت واسمحوا لي إن تجرأت في هذا المجلس، تنتمنى من العائلة الكريمة أنها في كل وقت وحين تدعو بالرحمة. البكاء هو حسرة، حسرة في القلب. الحزن هو حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات من ذهب وهو أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تسمع وإنا لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم، هنيئا للأم الصابرة الصابرة المجاهدة، هنيئا للحبيب الأستاذ القدير اللي كنحترمه وتنحبه جميع، هنيئا له على صبره، هنيئا للأخوات، هنيئا للإخوان، هنيئا للإبن. فإذا هنيئا لهذه الأسرة أن أعطت شهيد، وتنتمنوا من الله أنه يقبلوا عنده
ويكون متوهج جنه. اللهم صل صلاة كاملة وصل سلام تام على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتدار به الرقائب وتحسن الخواتم وتسقى امامه بوجه الكريم وعلى آله. وسيدي اللهم تعالى يرحم الجميع، اللهم تعالى يرحم جميع اموات المسلمين، الله يرحم هذا السيد ويرحم جميع اموات المسلمين. السهاني الله تعالى الله اكبر. الموت سيدنا باش نقولوا بيقين واحد النقطه الله يجازيكم بخير، بصح نعرفوا علم اليقين. حنا نهار كنخلقوا حنا مسلمين تنعرفوا انه اليوم قبل من غدا الروح غتمشي عند الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا اليقين خصو يكون عند كل مسلم ويكون ميقن به. بمعنى ما كنقولش سيدنا عمر قالوا له شنو خليتي لولادك؟ خليكم الله سبحانه وتعالى. إذن فالله معنا في كل وقت، وهو اللي تيعرف الحكمة ديالو فوقاش ياخذ الروح وفوقاش يخليها. حنا كل نهار كنموتوا بالليل، إذن هذا الروح هذه اللي كترجع تمشي وترجع بإذن الله، وهو لحكمة ما لا يدركها عقلنا، إن العقل ديالنا قاصر. فإذن ما كاينش هذا مات صغير وهذا مات كبير، العمر ديالو والأجل ديالو وفى لحكمة ما. ربما الله سبحانه وتعالى يريد ان في خلفه، ربما في ابنه او ربما في ابن ابنه او ربما في احفاده، انه يخرج واحد الحكمه، شي انسان اللي كيشبه له او اللي يكون اكثر منه. وهذا هو المقصود، لا في الاخلاق ولا في الصلاح ولا في التقوى ولا في الايمان. فاذا الله يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللهم تعالى جد الرحمات عليهم، اللهم تعالى يطرح لهذه العائله البركه ويرزقهم الصبر والسلوان، اللهم تعالى ييسر لهم امورهم. فين ما حطوا يديهم تسكى، فين ما حطوا يديهم الباب اللي فتحوها تفتح لهم. حنا كندعيو بقلوبنا خاشعه نحبهم كما يحبوننا وتنتمناو من الله، وليس هذا على ربي بقليل. اتفقنا؟ إذن فالله يجزيكم بخير. هاد الناس نحن تفرقنا معهم اليوم ما كما نشوفهم غدا. حنا ربما آبائنا وأمهاتنا وجدنا مشاو لمكان آخر، حنا كلنا من هاد تنخلقوا كنعرفوا راسنا أنه غاديين. فإذن الحزن فعلا في القلب، ولكن تندعو الله سبحانه وتعالى أنه يتبعنا إليهم مؤمنين مسلمين موقنين على الصراط المستقيم على سنة النبي صلى الله عليه الحبيب وآله وصحبه وسلم. وكما تنقولوا الإنسان ما تيقولش غادي ندير غدا غادي ندير بعد غدا لا أراد الله. فإذا هذا هي الموعظة وهذه هي العبرة اللي كناخذوها احنا جميع. فتنتمنى الله يحصل الخطوات الحاضرين جميعا، الإخوان الكاملين اللي عملوا على النقل ديال هاد الأحداث، والإخوان الكاملين اللي تيحبوا وجاو من دول أخرى، اللهم تعالى يحصل الخطوات، اللهم تعالى يعطيهم ما تمناو وفوق ما تمناو. اللهم يا فريق الحب والنوى أعطي كل قلب ما نوى وفوق ما نوى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. آمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وعقولنا ابدا ما احيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، ولا تجعل اللهم الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الا النار مصيرنا. اللهم ارسل سلطاننا واهدم اوطاننا وارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم يا ربي الناس اللي حاضرين في هذا البيت والناس اللي حاضرين في هذا، اللهم تعالى يحفظهم ويجعل بينهم وبين الوباء حرص. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطانيه ربي، بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ابتدات وعلى الله توكلت. الله ربي لا اشرك به شيئا. اسالك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه احد غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اجعلني في عبادك واحفظني من شر كل شر ذي خلقته، اللهم احفظنا من شر كل ذي شر خلقته، ونحتمس بك من الشيطان الرجيم. اللهم انا نحتمس بك من شر كل ذي شر خلقته، ونقدم بين يديك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا مولانا أحمد سر الذات ولوحي التشغلات وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اصلح ديني